التفاصيل. في البداية وبالمستهل، عاد قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قادته إلى دولة قطر الشقيقة وزيارة رسمية إلى دولة الكويت. وقد كان في استقبال السيد الرئيس بمطار هواري بومدينة الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض السيد رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.